مصر معنية بالعاملين في الخارج. سيدة وزيرة شؤون الهجرة دكتورة نبيلة مكرم تتواصل مع المصريين في الخارج، والحقيقة أطلعتهم مؤخرا على حياة كريمة، وذهبت وزارة القليوبية مع وفد منهم. وبالأمس التقى وزير القوى العاملة السيد محمد سعفان، التقى بعادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية. اللقاء تناول آليات التعاون بين الوزارة والاتحاد بشأن متابعة أوضاع العمال المصريين، وأيضا دور مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، وضرورة توفير الرعاية والحماية للعمالة المصرية وتوفير فرص العمل اللائقة. خلال اللقاء دعا نائب رئيس الاتحاد العام إلى ضرورة استكمال قواعد البيانات للعمال المصريين في الخارج لتقديم كافة الخدمات لهم، وعودة طرح فكرة التأمين على العمالة المصرية بالخارج، وقال أنه سوف يقوم بطرحها على الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية لما فيها من مزايا تعود على العامل وأسرته في حالة الوفاة. الوزير قال إن التأمين على العمالة المصرية في الخارج يمتد ليشمل حالات الوفاة بحادث والعجز الكلي أو الجزئي المستديم، وتكاليف تجهيز ونقل الجثمان في حالة الوفاة، وتكاليف مفاجأة للمؤمن عليه نهائيا بسبب إلغاء التعاقد أو الفصل التعسفي.